من الله الحالي تفرج وهذا ابني الشهيد وما بتمنى اللي ضربه إن شاء الله أيدي توقف لقلبه. عندنا في بلدة التح ما يقارب 70 معتقل، ما يقارب 13 معتقلا من أقربائي. منذ 3 أيام ظهر ملف قيصر وكان صاعقة كبيرة بالنسبة لنا، فهناك 3 من أقربائي المقربين قد ظهرت صورهم وكانت الصور بشعة جدا. تم اعتقالهم في عام 2012 في أماكن مختلفة، ولم ندخر أي جهد في البحث عنهم ولكن دون أي جدوى. كنا ننتظر ونتأمل من الله عز وجل أن يأتي يوم ونراهم بيننا، ولكن هذا الأمل قد انتهى وانقطع في ظهور ملف قيصر. كانت صاعقة كبيرة لنا عندما شاهدنا وجوههم كيف تحولت، ذاقوا جميع أنواع التعذيب وماتوا ألف موتى.